بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بشيوخنا، فخرنا، أهلنا. في البداية أقول لكم قبل الطاعات بهذا الشهر الكريم الفضيل، وبالخصوص نحن في الأيام أو الليالي الأخيرة من هذا الشهر، سعيد بلقاء نخبة طيبة من شيوخ العراق المشهود لهم بالمواقف البطولية، مواقف الوطنية والمواقف العربية المشهود لها، اللي هذا معناه مس الحاجة في هذا الظرف الصعب من العراق. الموقف الوطني، الموقف المقرون بالانتماء إلى عشائرنا وقبائلنا العربية الأصيلة. نلتقي في هذا الوقت الحساس من تاريخ العراق. مع الأسف الشديد العراق مر بظروف صعبة ومعقدة، لكن اليوم بعزيمة أبنائه، بعزيمة أهل الكل، تنشد المستقبل. يعني اليوم في مس الحاجة للانتماء لهذا الوطن، بعيد عن المسميات الطائفية والمذهبية التي مع الأسف الشديد أخذت من عندنا الكثير من شبابنا ودمائنا تحت عناوين ومسميات ما حصلنا معها غير الوجع والألم. اليوم نحن نفكر جميعاً، شيوخ عشائر، قبائل، بالانتماء إلى التاريخ الطويل اللي ورثناه من آبائنا وأجدادنا. العراق مهد الحضارات، الحضارة التي تأسست في العراق أسسها أجدادنا اللي هم آباؤكم وآبائنا جميعاً. اليوم مطلوب من عشائرنا العربية الأصيلة أن تعمل على استعادة عنوان الوطن والمواطن والمواطنة، لكي نهي أنفسنا انتخابات نزيهة عادلة لا يهددها سلاح منفلت أو شعارات طائفية أو مذهبية. نحن مقبلين على انتخابات قد تكون مفصلية وتكون بادرة أمل لمستقبل العراق، بأن المواطن يثق بنتائج الانتخابات ويتعاون مع الحكومة، مع البرلمان ومع النظام السياسي لكي نحارب الفساد سوية ونحارب البيروقراطية والمحسوبية التي سمحت أن تكون هناك مواقع لمصالح أطراف على حساب أطراف أخرى. حاربنا الفساد منذ اللحظة الأولى، وسووا لكم جرد الحكومات الماضية وهالحكومة. إيش قد حاربنا الفساد من أول لحظة؟ قالوا أكو انتهاكات حقوق الإنسان. من ينتهك حقوق الإنسان يتكلم بحقوق الإنسان، إن حاربنا الفاسدين. الآن نعمل بكل جد لتصحيح كثير من الأخطاء، بس هذه الأخطاء بتصحح وحدها إذا مو كلكم تشاركون. مثل ما قال الشيخ، إحنا 80% ما شاركوا بالانتخابات. لا، المطلوب تشاركون بالانتخابات وتغيرون هذا الواقع. والله العظيم ما عندنا غير عراقنا ترى، وما عندنا غير وطننا وبلدنا. وجودكم وتشجيع الناس وابناء العشائر وابناء الوطن للمشاركة بالانتخابات قضية وطنية وإنسانية ودينية، وإحنا الله سبحانه وتعالى أنطانا كثير من المميزات ومنحنا الكثير من الأشياء العظيمة والكبيرة. منحنا مرجعية دينية مثل مرجعية سماحة السيد السيستاني، مرجع صبور حكيم يعمل بصمت لخدمة الناس ومميز بين عراقي وعراقي. الله منحنا عقول وضمائر وشرف
مثلكم انتم هل الشيوخ القاعدين في القاعه. هذا فخر والله، ما نحن ثروات، وما نحن كما ذكرت بهذا الحديث موقع استراتيجي مهم، ما عندنا خيار غير العراق، العراق اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا. فمرنا بهذه الظروف بسبب سوء الإدارة، أنتجت وضع غير مستقر في العراق، مع الأسف الشديد أنتجت فرصة لأعداء العراق أن يحققوا موضع قدم، وشفنا ما حصل في الموصل وكثير من مناطقنا في صلاح الدين والأنبار، أن الجماعة الإرهابية نجحت عندما تم إهمال المواطن وإهمال الخدمات أن تحصل على موضع قدم تهدد به وتطعن قلب العراق، ولكن بعزيمة أبنائكم وبتضحياتهم نجحنا كعراقيين بدحر هذه الجماعة الإرهابية. وذكركم هذه أول حكومة تفي بكل التزاماتها في التحقيقات التي حصلت بالحوادث. أنا أسأل حادثة جسر الأمة، التحقيق لحد اللحظة ما محسوب، كم سنة صار لها؟ 2005 أو 2006؟ حوادث عديدة مرت بالعراق، العبارة وسبايكر والكرادة، التحقيق لم ينجز لحد هذه اللحظة. احنا قلنا 5 أيام، 5 أيام ما زدناها يوم واحد. صارت حادثة مقتل متظاهر في البصرة، اضطينا 24 ساعة، جبنا نتائج بخلال أقل من 24 ساعة. في الناصرية نتائج أعلناها، الشفافية ستكون هي المعيار للتعامل مع المواطنين والوطن.